Welcome our dear students of grade 3 with lesson number 36. Today in lesson number 36 we will talk about equal areas. Welcome Wasim. مالك؟ اتخضيت من التايتل بتاعنا النهاردة؟ لا جميل جدا. انت عشان اديك الساعة. Equal areas. يعني ايه equal areas يا وسيم؟ ها بص كده. ها شايف الريكتانجل ده؟ What is the area of this rectangle؟ انطق. كسبت ايه؟ انت كنت بتلعب ايه؟ ماشي شكرا يا اسكندرية. تمام؟ هنا how many rows؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rows of a 1 square. تمام يبقى the area of the rectangle is 8 times 1 equals 8 square units. تمام؟ طيب عندنا كمان rectangle. ها؟ خلي بالك بص كده. ها what is the area of this rectangle؟ انا عندي هنا 1 row of 8 يبقى 1 times 8 equals 8 squares. تعال هنا بص عندي هنا انا عندي 2 squares having the same area 8 square units and 8 square units but they are different in shape. شايفين ده شكله ازاي ده شكله ازاي؟ هو ينفع الكلام ده؟ يبقى في عندي two rectangles different in shape or different in dimensions and they are equal in area. بص هنا الريكتانجل ده كان الدايمنشنز بتاعته 8 and 1 هنا كان 1 and 8 لكن الاريا of them equals 8. بص كده 8 times 1 1 times 8 ده ما بيفكركش بحاجة؟ غير السندوتشات. العصير. ايوه الثمان علب عصير اللي انت شربتهم. ايه تاني؟ بيفكرني بالبطاطس. ايوه الثمان علب بطاطس اللي كلتهم في مره واحده. ايوه 8 تفكرني. ايوه في مره واحده يبقى ايكوالز 8. ها ايه تاني؟ مش بيفكرك بالكوميوتاتيف بروبرتي؟ لا بيفكرك احنا قلنا 8 times 1 equals 8 1 times 8 equals 8 اهو زي الاكزامبل اللي عندي 2 times 5 equals 10 و 5 times 2 equals 10 يبقى علشان to find two rectangles having the same area ممكن استعمل مين؟ الكوميوتاتيف بروبرتي. تمام؟ طب يلا معانا اكسرسايز قبل ما تنسى. ها طيب how can we draw different rectangles with the same area؟ ها first rectangle عندي rectangle its dimensions is 3 and 4 4 and 3 وقال لي the area is 3 times 4 equals 12 square unit. طيب لو استخدمنا الكوميوتاتيف بروبرتي ها هلفه كده هلفه. ايوه برافو يا وسيم هنعمل له روتيشن. برافو اهو بقى الـ dimensions بتاعه 3 and 4 وانا عارف ان 4 times 3 او 3 times 4 both of them equals 12. well done يا وسيم وكل اللي حصل له ايه؟ ها حصل له روتيشن ان انا لفيته بالظبط كده يا وسيم انت جبت الكلمه الصح. يا برافو عليك يا وسيم. يلا بينا معاكم مع وسيم نشوف السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 36 وهنتكلم فيها على equal areas. Find the area then match the equal rectangles. Find the area then match the equal rectangles. Ha. For example, the area of this rectangle is 1 2 times 1 2 قلنا هنا بيبقى common square at the 1 2 وهنا كمان 1 2 2 rows and 2 columns يبقى 2 times 2 equal 4 square unit. Okay. Ha. Find the area of this figure. Ha. يلا تعالوا كده نجيب الاريا هنا at the 1 تمام خلينا نشوف الفيجرز كلها يلا بينا 1
two يبقى عندي two rows تمام two rows of what one two three يبقى two rows of three يبقى two times three الناس اللي مذاكرة ال time table تمام واللي لسه مش مذاكر ال time table عملنا لكم فيديوهات في طرق سهلة جدا ازاي من خلالها نقدر نذاكر ال time table او نقدر نحفظه او نقدر نكون متمكنين منه على قناتنا برضو قناة الاسكولة ارجعوا لها تمام 2 multiply 3 2 times 3 equals 6 طيب للي مش عارف ادا 1 2 3 4 5 6 طب اللي عايز يعمل skip count يبقى 3 and 3 equals 6 يبقى the area of this rectangle is 6 square unit okay ها what is the area of this figure يلا the number of rows 1 2 3 4 5 6 and 1 2 تمام انا عندي 1 2 3 4 6 rows by 2 عندي 6 rows وكل row فيه كام فيه 2 squares يبقى 6 times 2 ممكن اعمل skip count by 6 6 and 6 equals 12 واللي مذاكر التايم تيبل 6 times 2 equals 12 تمام يلا The area of this rectangle. How many rows? Add a one. One times a. Ha. Two, three, four, five, six. One times six equals six. في حد خد بال. تمام. اهو. تمام. شايفين? هنا اهو. تمام. Six and six. عملنا لهم joining. طب هنا. One, two, two rows. Multiply one, two, three, four, five, six. تمام يبقى 2 times 6 equals 12 square unit وكمان الريكتانجل ده والريكتانجل ده عملنا لهم تمام طيب هنا 1 2 3 4 times 1 4 times 1 equals 4 ده وصلناهم بص كده خلي بالك هنا الاريا ريكتانجل 4 لكن الدايمنشنز بتاعته كان 2 and 2 هنا كمان الاريا of this figure is 4 لكن الدايمنشنز بتاعته كان 4 and 1 هو ده الرسم بتاعنا النهارده هيكون عندي 2 ريكتانجلز هنا الريكتانجل ده كان الدايمنشن بتاعته 2 and 2 تمام والاريا بتاعته كانت 4 وفي هنا كمان ريكتانجل الدايمنشن بتاعته كانت 1 and 4 وده كمان الاريا بتاعته كانت 4 يبقى ممكن الاقي عندي 2 ريكتانجلز different in Lengths of dimensions, but the area in each of them is equal. Use the commutative property to draw two different rectangles of the following dimensions. Multiply to find the area. فاكرين الكوميوتيف بروبرتي قلنا عليها ايه؟ ها؟ Changing the order of numbers doesn't it change the product. يعني هنا قال لي زي ما خدنا في السيشن اللي فات Draw a rectangle with 4 units and 3 units. يعني 4 rows and 3 columns. تمام. طيب والcommutative property change the order. يبقى 3 rows تمام and 4 columns. تعالوا نشوف الموضوع هيمشي ازاي. ها. 4 rows. هذا 1, 2, 3, 4 rows. 4 rows of A of 3. 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 يبقى ده عندي ده 1 2 3 multiply 1 2 3 يبقى the area equals 4 times 3 4 times 3 equals 12 تمام او هعمل skip count by 4 4 8 12 أو skip count by 3, 3, 6, 9, 12 تمام 12A square unit تمام ها draw another rectangle تمام أنا هنا عندي 3 rows add a 1, 2, 3 3 rows of 4 كل row في 4 add a 2, 3, 4, 2, 3 4 وهنا 2 3 4 في عندي كام رو 1 2 3 في عندي كام كولوم 1 2 3 4 يبقى هنا the area
equals 3 times 4 و 3 times 4 كمان equals 12. 12 ايه؟ don't forget the unit. ما تنساش ال unit of area. دايما square. square unit. تمام. well done. بص كده. طبعا ده اللي اتكلمنا عنه في ال commutative property. ان 3 times 4 is equal to 4 times 3. another exercise. تاني use commutative property to draw two different rectangles of the following dimensions. Multiply to find the area. تمام. تمام. He asked me to write, to draw a rectangle with two units and five units. يبقى عندي two rows. اهو. تمام. هذا two rows. One, two rows of A of five. يبقى one, two, three, four, five. تمام. And two, three, four, five. يبقى تمام. يبقى عندي two groups of five. وكل group فيها كام؟ five. يعني the area. هو قال لي استخدم المالتبلاي. الناس بتحب تعمل بلس يبقى five plus five equals ten. والناس هتعمل مالتبلاي. هذا عندي two times five equals تمام. ten. ten ايه بقى؟ square. don't forget the unit. square unit. طيب هنا ها قال لي a different. خلي بالك ها they are different in shape. هنا هقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي. هذا 1 2 3 4 5 هنا 5 units. هنستخدم الكوميوتيف بروبرتي. يعني ايه الكوميوتيف؟ يعني هغير الاوردر. هيك انا كان عندي 2 and 5 هنا عندي 5 and 2. تمام. يعني 5 rows of 2. هذا 1 2 1 2 1 and 2 1 and 2. تمام. يبقى عندي 1 2 3 4 5 rows. لو قلت area equals 5 times 1 2 يبقى 5 2 equals also 10 10 a square unit. تمام. وده اللي اتكلمنا عنه في ال commutative probability. 2 times 5 is equal to 5 times 2. يعني يا مستر هو الريكتانجل ده هو الريكتانجل. اقول لك اه هو بس هنا حصل له روتيت. حصل له روتيشن. يعني حصل له ايه؟ يعني لف ودار. هنا كان هوريزونتالي هنا كان عامل كده لف ودار بقى عامل كده بقى فيرتيكال. زي ما اقول لك البن بتاعي شايفه كده اه هنا كان ايه هوريزونتالي كده. هو نفس البن بس حصل له ايه؟ حصل له روتيشن. دي كانت السيشن بتاعتنا ليسن نمبر 36 واللي كنا فيها على ايكوال ايرياز. يعني ايه ايكوال ايرياز؟ يعني عندي تو ريكتانجلز الدايمنشنز بتاعتهم ديفرنت لكن الاريا اوف ذيم ار ايكوال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للسيشن دي علشان توصل لكل اصدقائنا. كمان نعمل سبسكرايب للبيج بتاعتنا لسكولا او لسكولا كيدز علشان توصلكم كل حلقاتنا. وتابعوا كل الحلقات ماس اوف جريد 3 وذ مستر هشام النجدي على قناتنا الجميله قناه لسكولا او قناه لسكولا كيدز. مستنيينكم في السيشن الجايه ان شاء الله. باي باي.